بقى نتذكر رمضان زمان شوي، بعيد شوي. رمضان يعني ايه اكتر رمضان مثلا مر عليك كان صعب قوي؟ يعني كان في مثلا بطولة، كان في معسكر، وكان الصيام شاق جدا بالنسبة لك ومتذكره لغاية النهاردة. لا بصي، هو انا بالنسبه لي رمضان، انا عندي حتى مشكله شويه مع المدام. انا بستنى رمضان من السنه للسنه، فانا حته ان في مشقه في الصيام دي، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عمري ما حسيتها، ويا رب ان شاء الله ما احسهاش، لان انا ببقى بستلذ بالفتره دي. ولكن طبعا في فترات عدت عليا ان احنا كان بيبقى عندنا بطولات. البطولات دي بتبقى المشكله صعبه قوي في رمضان، ان انت اولا سيستم الاكل بيختلف جدا، أكيد. لان انت بيبقى عندك مثلا الفطار الساعه 6، وفي ماتش الساعه 7 7:30، فانت تاكل طب بقى حاجة هتاكل ايه؟ خفيفة بس تديك برضو طاقة. هو ما فيش، انت يعني هو يا دوبك شوربه، وممكن بتاكل شويه بلح، وحتى بعد ما بتخلص الجيم بتبقى انت منهك. وحته ان انت تاكل، لا ما خلاص انت فاضل ساعتين على السحور، فانت هتاكل ايه؟ تتسحر. فانت هتاكل، لا هتتسحر، لا، وفي نفس الوقت ما تقدرش تدي كميه السكريات والسمن اللي موجوده لا في الاكل ولا في الحلويات، لان رمضان هو مرتبط بالكنافه، بالقطايف، طبعا بالجلاش، في حاجات كتير قوي كلها مشتقه من الحاجات العظيمة دي. الكوارث. بتحبها؟ انا طبعا مفيش حدش مصري ما بيحبش الكلام ده. يعني حتى لو انت عامل ريجيم او انت مثلا بتقنن الاكل، هو مليون في المية لو انت معدي كده هتنهار. ولقيت الطبق القطايف او طبق الكنافة، فبتروح واخد واحدة وانت ماشي، حقيقي. حتى يعني زي زمان كده كنت اللي احنا كنا بنقول عليها بتاخدها خلسة او سرقة. لا، ولغاية دلوقتي لازم دي ليها طعم تاني في رمضان، بيبقى ليها طعم تاني. ده حقيقي. طيب ايه بقى يا كابتن بصولات يعني انت بتتذكرها، بتقول يعني كانت اصعب، ممكن تبقى اقوى الايام دي البطولة عشان الوقت، بس يعني وقت الماتش مفيش بعد الفطار على طول والسحور على طول، تتذكر بطولة ايه يعني من البطولات؟ يعني يمكن اكتر مثلا بطولة، وبس هي كانت يعني اجواءها لذيذة. يعني كان عندنا في كذا مرة دورات مجمعة، كنا في دورات مجمعة حصلت مرة في اسيوط، مرة في القاهرة، في اسكندريه، في رمضان كتير قوي دورات في القاهره واسكندريه، دي كتير قوي. ولكن يمكن اللي مرتبطه سنه شويه كانت بطوله دمشق اللي في سوريا. هي انت عايشه في مصر واجواء مصر، ومحرومه بقى من كل حاجه. يعني تتخيلي، او الساده المشاهدين يتخيلوا، الحلويات الشاميه الله، قدامك صينيه كنافه ده الله بجد يعني. نابلسيه ولسه طازه، طبعا بالايد السوريه في كنافه سوريا، اللي على الفحم الحاجات دي كلها، والاكل الكبه والاكل السوري. فانت عندك ماتش كمان نص ساعه ولا ساعه، ممنوع. فانت بتروحي ضربه لسان عصفور وراجعه واخده زبادي وشغاله على البلح. فانت كانت المعاناه مش في الجيم، هي كانت المعاناه ان انت شايف حاجات قدامك كتير قوي، والنفس اماره بالسوء في موضوع الاكل دوت يعني. فانت عايز تروح للموضوع ده بس ما تقدرش، فانت كان في نوع من انواع التعذيب، اللي هو انت قدامك كل ما هي المشاهيات. يمكن انت في البيت لو عندك جيم او في معسكر في مصر بيتعمل سيت منيو، فانت بيبقى الاكل يا دوبك محطوط معروف ايه، لكن في بطوله بيبقى في اوبن بوفيه، لان في بعثات في حاجات، فانت نازل تفطر في اوبن بوفيه، وعندك كمان ساعة جيم. فانت تلاقي الدكتور بيبقى واقف على راسنا، الشوربة ممكن شوية، يعني لو مكرونة من غير صوص يعني تاخد معلقتين، مفيش بقى لا لحوم وشكرا بقى كده، ولا الكلام ده كله. وانت بقى نازلة عمالة تشمي، نازلة الماتش جعانة، نازله الماتش في اجواء انت رمضان نازل جميله. تتعذب بقى مش لا، تلعب ما كنا بنبقى نازلين تتعذب. وبعدين انت طول ما انت ماشيه في الجيم، وانت رايحه، انت الاحساس بتاع الجوع وريحه الاكل، وبالذات ان دمشق، يعني ربنا يا رب دايما يحفظها ويحفظ كل بلادنا العربيه، امين. بس هي ليها معزه خاصه طبعا دمشق وسوريا. هي ريحه الجو قريب من مصر، بالاضافه للمشهيات بقى، المكسرات والشاورمات، هم نفس الاجواء اللي انت ماشيه في رمضان في الشارع عماله كل ما لذ وطاب. بس محروم. فانت محروم وممنوع ومطلوب تكسب. وطبعا كانت منافسه غير طبيعيه وشرسه هناك في البطوله.
دي بقى اللي كانت كمان عامله نوع من انواع الحافز، وفي نفس الوقت نوع من انواع التجدير المحبوب. اللي هو انت عندك بطوله كان رياضي لبناني في عز ما هو كان بطل اسيا، الحكمه اللبناني، الوحده السوري في عز. دي كانت بطوله ايه، عربيه؟ كانت بطوله عربيه. احنا الحمد لله رب العالمين كسبناها، بس يعني هو طبعا كان لازم يبقى في الاخر في عوض عن كل المشقه دي. المشقه ديت لان كمان حتى كنت بيبقى قدامك المسجد الاموي وعايزه تصلي في المسجد الاموي، لا ده انا عندك ماتش، يعني ممكن تنزل تصلي المغرب وهنصلي العشاء كلنا مع بعض. يا جماعه ده المسجد الاموي، طب حتى في ماتش لا اكل ولا صلاه ولا، طب هو ماتش بس ماشي.